كمشناك. مرحبا رئيس. أهلين. شو مقدار ايه برات المحل رايح جاي عم نسأل عنك؟ ما عم لقيت شو عارف عم بنشغل لي كرام. بس لا شوف قد ايه حظي حلو. ما جيت امبارح سألتك عشية عن هذا الفيلم، هذا اللي بيحبسوا له مرته بالقلعة. اي واحد شو بك؟ ليش انت هيك؟ لو هذا اللي بيحبسوا له مرته بالقلعة بيحاصروا له اياها وهو بيروح بده يخلصها. ايه المهم شو بك؟ المهم حاطينه امبارح وين؟ وين؟ على الموفي تشالنج. حضرته امبارح موفي تشالنج؟ ايه امبارح حضرته على الموفي تشالنج. لك ايه طيب ما هاي المحطه شو بقى؟ ايه حضرته امبارح من اوله لاخره. شوف انا قد ايه حظي كبير. طيب ايه شو يعني ما بدك ايه بقى؟ ما بقى بدي اياه. شو بدي فيه؟ ايه انت ما عندك يعني انت الريمبرينج تبعك منه منيح. ريمبرينج؟ ايه اكيد. انا اكيد انه واحد بيحكيك شغله بتروح على شغله ثانيه. ايه مهم عادي. شو كرم؟ شو فيلم؟ من هيدا اللي بيحبون قلبك انت. والله يا لطيف. في مشهد كرام بيطلع هو، ما هو معلقينا بالحاصرين بالحصن. بيطلع هو اول ما بيقبك شو بدك اياه؟ بينط وبينزل بالباراشوت. بينزل هيك بينزل هيك تحت. مين بدك واقف قدامه؟ مين؟ كلها كلاب دبل مان. عفوا كلاب دبل مان. دبل مان على دبل مان على شانجلو. لحظه لحظه على شو حاطين له يون حراسه لحتى ما يفوت سنينهم هيك هول اللي بيعملوا هيك كله. دبل مان. دبل مان هول السود اللي عادي السود بيوقفوا هيك بصيروا بيعملوا هيك. دبل مان هذا مش دبل مان. والشانجلو غير هذاك. شانجلو غير واحد. كيف الشانجلو؟ ما حاطط له تشكيل. الشانجلو هذا اللي بيكون اصفر اسود هيك شويه. شانجلو عبي شو بدك؟ طيب له هلا المهم قاعدين هيك قطعهم شو بدك؟ هو ما هو جايب لحمه ما لحمه معه وكذا صار يزت لهم هيك صاروا هن ياكلوا ويناموا. قطع الكلاب لوين بدك يفوت؟ لوين؟ في شي 36 واحد واقفين حاملين كلها بواريد. شو؟ شو؟ ام 6 ويل بايديهم. ام 6 ويل يا لطيف بتطلع فيها للبارودي بتخاف منها كرام. بتكون قصدك ام 16. ام شو؟ ام 16. ليه؟ ليش انا شو قلت؟ قلت ام 6 ويل. ام 6 ويل. المهم حاملين البواريد كرام واقفين هيك. يعني انا عم شرح لك بالتفصيل لانه هذا فيه هيك الاكشن تبعه كثير قوي. فات عليه هيك لجوا. شو بدك هلا؟ خلص من الاول، خلص من الثاني، خلص من الثاني. صار يزت لهم قنابل مسيله للهولي هولي اللي بدمعوا بصيروا بيبكوا منها. يعملوا هيك هن. شو بدهم يقوصوا؟ بيقوصوا على دخان قوي. هو ناموا كلهم بالارض. بيقوم شو بعدين؟ بيطلب النجده. بيطلب النجده. شو بدك يجي بقى؟ بيطلب نجده الطيران. يا لطيف يا لطيف على الام 60s. يا لطيف شو ام 60s؟ بتلحق الجراجات. بتلحق لحظه 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 شو لحظة؟ ما بفهم. لا انا قلت لك ام 60 اف 60s. اف 60s؟ ايه الاف 16 يعني اف 16. لك ايه الاف 16؟ مش اف مش شو بدك هلا؟ اف 16 مش اف 60s. و لحظة لحظة شو الجراجات؟ جراجات هذا الطيران الفرنساوي. شو بك شغل فرنسا جراج؟ ميراج. شو هي؟ ميراج. ميراج الطيارة هي هيك اسمها ميراج مش عارف جراج. لا عادي هلا انت ليه بدك تلحقنا على الحرف؟ يعني انه واحد فايت بهلا بالمون تبع الفيلم وعم نحكيك فيه وعم نشرح لك شو عم نسيب. كفي خليك بالمون. شو بدك؟ ونزل خبيط بعت له شو؟ شو كونكشن طيران الى اول ما الى اخر. شو كونكشن؟ مجموعه هول عصب ما قلت لك يوم هلا جايك غيرهم. شو الكونكشن؟ قلت لك اياها الجراج. ايه والهيدا شو كونكشن؟ شو قصدك بالكونكشن؟ مجموعه كولكشن. شو بياكلوا؟ شو هي كولكشن؟ لك روح بدك كثير انت روح. المهم المهم شو بدك؟ ورا هور شو اجيت؟ شو اجيت؟ هاي هي المجموعة يا معلم. سقطت البازيلا كلها. يلا على عوكر هنتر على اللي بدك. باس باس شو؟ شو بازيلا؟ البازيلات هولي. شو البازيلات هولي؟ المراوح. الغزال يعني؟ اللي هي شو اسمها؟ غزال؟ هي على الغاز يعني غزال؟ لا مش على الغاز. شو هي؟ اسمها غزال مش بازيلا. على الغازولين مدري شو. المهم بازيلا على كرم وطرقوا طرقوا طرقوا. مين شو العوكر هانتر؟ العوكر هانتر هول الهليكوبترات المراوح طيارة هوكر هانتر. ايه هي. المهم كرام المهم هون بدك تشوف هون المشهد الاساسي. وصلوا طلعوا فوق الحصن. يا ساتر يا رب. ونزلوا خبيط. ومين بدك مين بدك يخلص بالاخر؟ مين 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 مين؟ لك انا عم بسألك. البطل اكزاكتلي كليك. ايه بس وقف وقف. شو بك؟ لا تعرف هالمرة انت خليك انا فالي. لو بدك تفال خلص ما بعرف انا فالي. لو وين فيني؟ خلص فيني ما عم بقدر اتحملك عباس. عم اقول لك اكزاكتلي كليك بالضبط. ما عم تقولها غلط. لك روح روح حتى تشوف انه التوك منك. روح بدك 100 سنه لتحكي لغه.